اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. معاكم الدكتور محمد شحاته، اخصائي التغذيه العلاجيه. طبعا احنا هنتكلم مع كل حبايبنا واصحابنا اللي متابعينا عن ازاي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ازاي احنا نقدر نحافظ على وزننا، وازاي نقدر ننزل وزن في رمضان، ازاي كمان في وقت الحظر والوقت اللي احنا قعدنا فيه في البيت وقت طويل، ازاي كمان احنا نقدر نحافظ ونبدا ننزل وزن اللي احنا زدناه. فعايزكم تتابعونا وتتابعوا ان شاء الله باذن الله النصائح اللي هنديها لكم، وقد ما نقدر هنساعدكم ونوصلكم اللي انتم تتمنوه ان شاء الله باذن الله. احنا هنتكلم معاكم عن الاطعمه الاساسيه في الصيام. الصيام يا جماعه هو بينقسم لجزئين، جزء اللي هو المشروبات وجزء تاني حاجه الاكل. المشروبات والاكل، نيجي على المشروبات. الناس اللي حابه تعمل دايت وحابه تخس في رمضان، تطلع من رمضان خاسه بشكل كويس قوي، اول حاجه المفروض نعملها ان احنا ناخد على الفطار يكون عصير من غير سكر، او على كل كوبايه معلقه سكر. يعني لو هنشرب مثلا سي مثلا كوبايه، نتكلم عن العصير الاساسيه، هي نتكلم عن البرتقال والجوافه والكيوي والكركديه والتمر الهندي يتعمل في البيت. كل دي عصير ممكن نشربها على الفطار ونخس بشكل كويس قوي. ممكن ناخد كوبايه او كوبايتين، وكل كوبايه من غير سكر، او عليها على كوبايه معلقه واحده سكر. ده بالنسبه للفطار، وبعديها ناخد كوبايه ميه. ده بالنسبه للاساسيات في الشرب وقت الفطار. ويفضل ان انا بعد فطار على طول ما اشربش، بعد استنى ربع ساعه او نص ساعه عشان اشرب ميه، او الناس تحب تشرب شاي، يبقى بعد فطار بربع ساعه او نص ساعه، ده افضل وقت اللي بعد الفطار. هنيجي بعد كده على الاطعمه الاساسيه في رمضان. يا جماعه الاطعمه الاساسيه في رمضان اللي بناكلها بشكل كويس قوي ونشبع، وتاني حاجه ان احنا نخس، البروتينات. البروتينات اللي هي ايه؟ عندنا الفراخ واللحمه والسمك وصدور الفراخ، اي بروتين يكون مسلوق او مشوي او في الفرن، مسلوق او مشوي او في الفرن، من غير زيوت خالص او سمن، من غير زيوت او سمن. ناكله بشكل كويس قوي 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 مع سلطات اي كميه، مع سلطه اي كميه. يبقى ده الاساسي عندنا في الفطار. نيجي بعد كده على السحور. الاساسي عندنا في السحور هو ممكن ناخد فول طبعا من غير زيت، على كل التوابل من غير الزيت. ممكن ناخد جبنه ملح خفيف، ممكن ناخد بيض مسلوق او بيض اومليت، ممكن ناخد تونه من غير زيت خالص. كل ده بناكله مع خس وخيار اي كميه، مع واحد زبادي. ده بالنسبه لضغط الاساسيات في عندنا السحور. فاحنا اتكلمنا على الاساسيات في الفطار وفي السحور وفي المشروبات. نحاول ان شاء الله نتبع التعليمات وهنوصل لنتيجه كويسه جدا جدا، وهننزل ان شاء الله بشكل كويس قوي في رمضان ان شاء الله.